هذا سائل يقول: هناك بعض الناس يذكر ان الذي يقع في الشرك الاكبر لا يسمى مشركا بل هو مسلم اذا كان جاهلا بهذه الامور، فهل هذا هو قول اهل السنه؟ لا هذا شرك لكن يعذر بجهله يعذر بجهله ولا يقال هذا ما هو شرك، هذا شرك لكن يعذر بسبب جهله، نعم